بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هي مخاطر الوشم؟ هل هناك علاقة بين الوشم والسرطان؟ هل الوشم شيء جيد أصلاً؟ ما هي المواد التي يتم حقنها في الجلد أثناء عملية الوشم؟ ماذا يقول الأطباء اليوم؟ بما ينصحون؟ هذا من جانب. من جانب آخر، ماذا أمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا؟ أولا أيها الأحباء، أنا لدي هنا مقالة منشورة بتاريخ 15 ديسمبر 2020، يعني أواخر سنة 2020، أي حديثة جدا. هذه الدراسة تؤكد أن الوشم كان موجودا قبل أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. إذن الوشم موجود في زمن الجاهلية، موجود عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا الوشم. زاد انتشار الوشم بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في المجتمعات الغربية التي تشجع على الوشم ولا تحرم هذا هذه العادة المدمرة حقيقة، كما سنكتشف بعد قليل. طبعا تقول الدراسة ما يصل إلى 44% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما لديهم وشم، تقريبا يعني نصف المجتمع. كارثة، هذه كارثة أيها الأحبة. هناك تصور دائم لدى الغربيين، طبعا اليوم نحن عندما نقول إن الإسلام حرم الوشم، يأتي العلمانيون ليقولوا أنتم متخلفون، وهذا الوشم آمن، ليس فيه أي مشكلة، ونصف المجتمع يضع الوشم وليس هناك مشاكل. طيب أجيبونا على مثل هذه الدراسات إذا سمحتم. هناك تصور شائع بين الناس أن الوشم آمن، ومع ذلك فإن ما يصل إلى 70% من الناس الموشومين يبلغون عن آثار صحية ضارة. 70% تحدث لديهم مضاعفات بعد الوشم. 70%. طب هل هذه عادة آمنة بالله عليكم؟ على الرغم من ذلك يبقى العلمانيون ينادون بضرورة ترك حرية الوشم. يعني دبر نفسك لا مشكلة. هذا هو منهج العلمانية أيها الأحبة، لكي نفهم. طيب ظهر يعني علم يسمى علم السموم الناشئ عن الوشوم، ظهر حديثا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يقوم بعملية الوشم على جلده فإنه يحقن مواد مسرطنة سامة، منها مثلا الكربون الأسود، منها مواد تستخدم في الطلاء أو في الدهانات. قام العلماء بتحديد هذه المواد الكيميائية في أحبار الوشم السامة، ووجدوا أن الوشم عندما يدخل فإنه يعشعش في طبقات الجلد، بل ويتفاعل ويؤثر على طبقات الجلد. وطبعا يقول العلماء يمكن أن يؤدي إلى خلل في نظام عمل الخلايا، مما يؤدي إلى تكاثر بعض الخلايا أو أجزاء من هذه الخلايا بطريقة عشوائية، فيحدث سرطانات غير مرغوب بها. طيب الآن أنا لدي هذه الدراسة، افتحوا على الإنترنت أحبتي في الله عن مخاطر الوشم تاتو، واطلعوا على آخر الدراسات. وتحدثنا ذات مرة عن دراسة في ألمانيا أجريت، كيف العلماء يشددون على أن هذه مواد سامة وينبغي التحذير منها وينبغي منعها، ولكن لا فائدة. طبعا هنا أيها الأحبة تقول الدراسة إن المواد الكيميائية المستخدمة تشمل مواد مثل كربون أسود، والذي يحتوي على ملوثات هيدروكربونية متعددة الحلقات، مثل أيضا هناك ثاني أكسيد تيتانيوم، أكاسيد الحديد، وهذه مواد سامة أيها الأحبة. يعني كيف أخي الحبيب، كيف تدخل في جلدك بين الخلايا، بين خلايا الجلد مواد سامة؟ يعني أليس لنا عقل؟
طبعا هناك الدراسة تعدد يعني عشرات المواد السامة والأصبغة السامة التي تتفاعل مع الخلايا، ويمكن أن تحدث تطورا في هذه الخلايا أو خللا في نظام عملها بحيث تتطور إلى خلايا سرطانية. طبعا أيها الأحبة، يتم استخدام التيتانيوم والباريوم والألمنيوم والنحاس كمواد تلوين أيضا، وهي مواد سامة إذا زادت نسبتها في الجسم، في حين أن الزرنيخ، الكادميوم، الكروم، الكوبالت، الرصاص، النيكل هي ملوثات شائعة. العديد من هذه المعادن سامة، والمستويات المكتشفة في بعض أحبار الوشم أعلى من الحدود الآمنة. طبعا لا يوجد حدود آمنة، هذه خدعة تسوق لها شركات الوشم، شركات الأصبغة تروج لهذه الخدعة وتقول آمن. لا يوجد آمن، مثل الخمر، ليس هناك حدود آمنة. طبعا هنا أيها الأحبة، الخطر الصحي للوشم أثبت بنسبة 100%، وجميع الدراسات تؤكد أن الوشم شيء سيء وله أضرار، وهناك تفاعلات لأحبار الوشم مع طبقات الجلد وتؤدي إلى حساسية مزمنة، قد يحدث مشاكل كثيرة جدا. طيب أنا الآن أريد أن أرجع إلى هذا النبي الكريم. حبيبكم عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد نبي فقط بلغ الرسالة، كان حريصا علينا، كان أكثر من ذلك، أنه حريصا علينا كمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. كلمة رؤوف وكلمة رحيم في القرآن كله دائما هي صفة لله تعالى، إلا في هذا الموضع الله تعالى أعطى لهذا النبي فقط، لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه هاتين الصفتين، قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إذن أيها الأحبة، هذا النبي الرحيم لا يرضى الشر لنا. أنت ابنك لو علمت أن الوشم فيه أضرار ويمكن أن يسبب سرطانات وغير ذلك، هل تتركه يمارس هذا الوشم ويطبقه على جلده أم تمنعه؟ طبعا حسب محبتك له. إذا كنت تحب هذا الولد وتخاف عليه فأنت تنصحه وتمنعه حتى لو استطعت بالقوة، لأنه يدمر نفسه بهذا التاتو أو الوشم. بينما إنسان آخر لا يبالي، يعني العلمانيون لا يبالون، يعني إذا ماتت نصف البشرية ليس هناك مشكلة لديهم. الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا، لذلك لم يقل إن الوشم مضر أو كذا، لا، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي يعني تضع الوشم، والمستوشمة هي من يوشم لها أو التي يوضع عليها الوشم، وبالتالي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وتلك. وطبعا في الجاهلية كانت عادة الوشم منتشرة بين النساء، حديثا انتشرت بين الرجال للأسف يعني. فالنبي حرم ذلك بشدة، بل لعن فاعل ذلك. لماذا أيها النبي؟ هل النبي يكرهنا؟ سؤال أنا أخاطب ذوي العقول. هل النبي عندما يمنع عنك الشر هل يكرهك أم يريد لك الخير؟ طيب ما مصلحة هذا النبي قبل 1400 سنة أن يصدر هذا التشريع؟ طيب أقول بالنسبة لمن ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين أضرار الوشم في القرآن؟ طبعا القرآن فيه تبيان لكل شيء، لابد أن نجد إشارات، ولكن حقيقة أنا بحثت لم أجد، وربما نجلس سنوات لا نجد. النبي سهل علينا المهمة وأعطانا حديثا لطيفا، لعن الله الواشم والمستوشم لكي يبعدنا عن شر هذا الوشم. والله أيها الأحبة، إن هذا النبي الكريم يستحق أن يقول الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.